مرة رجل حكيم، رجل حكيم كان غازي، فوجد رجل يضرب امرأته، قال رجل كي استمرته، فقال له يا هذا إنما تضرب المرأة بالمرأة. قال له بغيتي تعصي مرتك عصيها بمرة أخرى، جيب عليها مرة أخرى، أو تكلم مع مرة أخرى، أو أوحي إليها أنك تريد امرأة أخرى. هي تقول ليه مرته اللي تتضرب، قالت ليه استمر في عملك، اضرب ولا تنصت إلى هذا الحمار. قالت ليه اضرب الصيني وما تصنش هذا الحمار.